دلوقتي هنروح لواحد من أشهر معلقي الوطن العربي اللي أنا دايما بستمتع بيهم على المستوى الشخصي، الكابتن علي سعيد الكعبي. منورنا يا كابتن سعيد على قناة الأهلي، وبرحب بحضرتك. مساء الخير أستاذ أسامة وكابتن أسامة، طبعا كابتن أسامة حسني، وما شاء الله يعني النادي الأهلي دائما بيجمع أبنائه في الملعب، وبيجمعهم كمان برضو في خارج الملعب. احنا شايفين القناة النادي الأهلي، القناة الجميلة دي بتقدم خدمة كبيرة، متابعة أيضا خارج الوطن العربي بصورة كبيرة، فربنا يوفقكم ومبروكين، أيضا مبروكين على الإنجاز الأخير. وكلمة المباركة أستاذ أسامة بقت مكررة، بقت معتادة عند النادي الأهلي، يعني ما بتمرش فترة، ما بيمرش عام إلا بنقول مبروك للنادي الأهلي. وطبعا دي عادات وتقاليد قديمة بالنسبة للأهلوية، أنهم في كل سنة عندهم بطولة، عندهم بطولتين، عندهم ثلاث، وربنا يزيدكم وربنا يفرحكم ويفرح جماهير النادي الأهلي. امين يا كابتن سعيد. كابتن سعيد، حضرتك شفت ازاي مباراه الاهلي امام نهضه بركان المغربي؟ كانت مباراه كبيره، وتتويج الاهلي بالسوبر الافريقي. اكيد كانت يعني فعلا الماتش كان جميل. ممكن نهضه بركان قدم شوط اول ممتاز جدا، وربما ايضا بعض او اخطا فرصه كانت في الدقيقه الاخيره من الشوط الاول، الكره اللي كانت بالراس كان ممكن نهضه بركان يتقدم في الشوط الاول بهدف. الشوط الثاني انا دائما بقول انه النادي الاهلي يعني بيبان اكثر في الشوط الثاني، مش عارف هل هي مثلا لياقه بدنيه، هل هو مثلا تكتيك مدرب، هل هو مثلا روح لعيبه، لكن دائما ودائما بقول كمان انه النادي الاهلي من اكثر الفرق في العالم اللي بتعرف تفوز في اخر خمس دقائق من الماتش، يعني برضه من مميزات النادي الاهلي. الشوط الثاني بالفعل كان النادي الاهلي هدف، انا اعتقد انه هدف لا يغادر الذاكره من محمد شريف، يعني اللعيب ده ربنا يحفظه من الغرور اولا، لانه حاجه جميله جدا في كره القدم، طريقه الاستلام، طريقه الدوران، طريقه انه يسدد بدون ما يبص للمرمى، مش شايف حارس المرمى، مش شايف، لا هو 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 هو, هو, هو عامل حسابه قبل ما تجيله الكره هيعمل ايه، وهيودي المدافع فين، وهيركن الكره برجله الشمال فين. ده لعيب يعني انا حتى كتبت تغريده قلت انه بيرجعنا للمهاجمين الكلاسيكيين اللي احنا كنا بنعتقد كابتن اسامه انه 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 مش ما عادوش موجودين في كره القدم. حاجه جميله جدا محمد شريف، ربنا يبعد عنه الاصابات، ربنا يبعد عنه الغرور. وانا اعتقد انه ممكن في 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 في, في, في السنوات القليله الجايه انا اعتقد انه لابد انه يروح اوروبا، يروح على خطى محمد صلاح واللعيبه المشرفين الكره المصريه والعربيه في المحافل الدوليه ان شاء الله، بالرغم من ان النادي الاهلي لا يقل اهميه عن الانديه الاوروبيه.